اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما فريق 2005 ما شاء الله حقق انجاز بحصوله على بطوله الجمهوريه قبل انتهاء المسابقه بسبع جولات، برضو انجاز النهارده لمذيع الاشبال انه يستضيف 35 طبعاً. فرد على الهواء مباشره، ده برضو انجاز يحسب لبرنامج الاشبال وكل الاعداد وكل القائمين على برنامج الاشبال. برحب بضيوفي الجهاز الفني الكابتن محمد احمد نحله مدرب الاحمال، مشرفنا يا كابتن نحله. منور يا كابتن بنورك، وشرف لي ان انا اكون على قناه النادي الاهلي طبعا. مدرب حراس المرمى الكابتن محمد فتوح، اهلا بيك. شرفنا كابتن فتوح. اهلا بيك كابتن اسامه، انا سعيد جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك طبعا. واحد برضو من الجنود اللي بتشتغل دايما لكن بتبقى خلف الكاميرات، المدير الاداري الكابتن عماد عبد الهادي، شرفنا يا كابتن عماد. شكرا ليك كابتن اسامه، وبنشرف وبنشكر القناه على اللفته العظيمه دي والجميله. وحبيبه كابتن، تسلم كابتن. كابتن محمد احمد نحله مدرب الاحمال، مدرب الاحمال مهم جدا طبعا. اولا النادي الاهلي في المنظومه النهارده في الجهاز الفني ما شاء الله بنشوف اخصائي تدليك، طبيب، جهاز فني متكامل، من ضمن برضو الافراد مدرب الاحمال، وخاصه الاحمال عليها عنصر مهم في بدايه الموسم واثناء المباريات كمان. دي حقيقة والله يا كابتن، فعلا حضرتك عارف وده عامل كبير جدا من نجاح النادي الاهلي، ان دايما النادي الاهلي بيتعامل باحترافية في كل حاجة. احنا كل واحد محطوط في مكانه بيشتغل في مكانه، النادي موفر كل الامكانيات لينا بصراحة. احنا من بداية السيزون خالص من كل القياسات اللي بنقدر نعملها للعيبة كلها، من فترة اعداد حاطين بلان بشكل علمي شغالين عليه بفتره اعداد قويه جدا، بالمعسكر قدرنا نعمل مباريات وديه بشكل كويس، قدرنا نخش الموسم بشكل قوي جدا، وده ساعدنا بشكل قوي جدا ان احنا يعني من بدايه الدوري واحنا شغالين بشكل كبير جدا. في تنسيق دايما مع مدير الفني، ده اهم حاجه. دايما الجهاز كله بيتعامل هو تيم وورك، دايما بيتعامل كله بروح واحده، دايما كله احنا بنخدم كلنا على بعض عشان في الاخر نوصل للي احنا فيه ده دلوقتي، النجاح اللي احنا واصلين له دلوقتي. كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى، عجبني قوي العلاقه ما بين الاربع حراس. لا طبعا انا بشتغل عليها من بدري دي، يعني لازم بحببهم في بعض، سواء الاساسي سواء اللي بيشارك بياخد فترات. طبعا احنا بنشتغل عليها من بدري، حتى كمان في التمارين بنحاول ان احنا نغير جو التمرين باسلوب كده في حبه شو لعب، على اساس ان هم يحبوا التمرين، لان التمرينات اغلبيتها بتبقى جامده جدا. واحنا اصلا كمان يعني هم الولاد دول في اي وقت ممكن يطلعوا درجه اولى، فعشان كده بيتمرنوا التمرينات زي بتاعه الدرجه الاولى بالظبط، وبنعدها لهم طبعا قبليها بكتير مع تنسيق مع الكابتن علاء المدير الفني، وفي نفس الوقت بنعد لهم طبعا من بدري. تمام. من اول فتره الاعداد مميز يا كابتن فتوح على مدار الاجيال في حراسه المرمى. طبعا طمنا برضه على حراسه المرمى في القطاع. طبعا احنا عندنا حازم ما شاء الله بيطلع درجه اولى على طول، وعندنا مختار برضه جون كويس، وفي بدر وفي يوسف وفي تحت في 2006 كمان عمر وفتحي ما شاء الله عليهم، يعني دول اللي هم هيبقوا موجودين تماما، يعني الدرجه الاولى باذن الله ممكن تاخد واحد ولا اثنين منهم ان شاء الله فوق في الدرجه الاولى باذن الله. كابتن عماد عبد الهادي المدير الاداري، الشغل برضو بيتم تجهيز ليه من بدايه الموسم، من بداية الشغل الموسم. الاداري بقى والكرنيهات والقيد في المنطقه وفي اتحاد الكوره من بدايه فتره الاعداد طبعا بيبقى عندك التجهيزات بتاعه الكرنيهات والقيد بتاع اللعيبه، ومعانا بصراحه كابتن خالد وكابتن عماد انور وكابتن مصطفى، يعني منظومه اداريه على اعلى مستوى، دايما الاهلي بيتميز بالحته دي، انت دايما بتحط للعيبه هدف معين من اول الموسم. احنا النادي الاهلي احنا رقم واحد، انت مفنش البطوله من قبلها بسبع اسابيع بفرق 22 بونت عن اقرب حد ليك، فده التارجت ليك دايما، احنا رقم واحد، احنا النادي الاهلي ما عندكش غير كده. وانا بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل التوفيق علشان وقتنا، علشان لسه مكملين ان شاء الله مع بقيه الجهاز الفني.